كان طريقا شاقا. يا امرأة حضر الطعام، عندنا ضيف اليوم. تمتلك جحرا جميلا هنا. هذا بيتي، مرحبا بك. Whatever. حسنا يا ولد، لم تخبرني عن اسمك. يدعونني أبا. اسم غريب. في الحقيقة هذا اسم الشهرة على تيك توك. على ماذا؟ وأنت ما هو اسمك؟ وأنا شوشق. وكأن اسمك ليس غريبا. اسم شائع عند العرب، ليس في عصرنا. وما هو عملك يا شوشق؟ كيف تكسب قوت يومك هنا؟ أرعى الأغنام وأتاجر بها. أغنام، أليس لديكم حرف أخرى؟ بلى، رعي الأغنام، تربية الجمال، عندنا المواشي. لا، قصدت شيئا أكثر مرحا من مشاهدة الدواب وهي تعلف. فهمت، لدي ما سيبهج قلبك المنهك يا ولد. حقا؟ بعد العشاء. هيا يا امرأة أسرعي، وإلا وأتك تحت التراب كما فعلت مع ابنتك. استغفر الله العظيم. زوجتي، المرأة يجب أن تؤدب هكذا وإلا تطاولت عليك. إن لم تسمع كلامك فاجلدها بالصوت على ظهرها حتى تستغيث. يا جماعة الفيمينيست، كالم داون، هذه مجرد تمثيلية ونحن في الجاهلية.